ما قلتوش، ما باركتوش. ما قلناش اول اول مره نيجي من ساعه كويس. الخمسه، مبروك. نتكلم تاني بقى من الاول. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله. ومبروك طبعا للنادي الاهلي النهارده اليوم الخامس بعد الخماسيه. عشان كده انتوا قاصدين تيجوا النهارده يا سيدي. طيب كريم، قول لي برده، خليني ابدا معاك برؤيتك الفنيه لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. انا مبسوط ان المباراه يعني بخلاف طبعا النتيجه والمفاجآت اللي حصلت تكتيكيا داخل الملعب، مبسوط ان يعني ايه ده، في مفاجآت تكتيكيا حصلت؟ اه طبعا. موسيماني عمل مفاجآت؟ طبعا. تفتكر احنا قبل المباراه انا ما سمعتش حد بيقول كده. لا، ما انا هاجي للنقطه دي. قبل المباراه يا كابتن اسلام احنا قلنا المباراه فعلا لعبه شطرنج ما بين الاثنين، وبيتسو موسيماني يعني في مواقف قبل كده كان عندنا بعض المشاكل وعندنا بعض الامور اللي احنا محتاجين نتعامل معاها. ولو تفتكر في الحلقه اللي سبقت الماتش احنا قلنا الاختبار عند كارتيرون اكبر من الاختبار عند موسيماني، اكبر من الاختبار عند كارتيرون. كارتيرون الامور كانت واضحه بالنسبه له، مظبوط، كتشكيل لاعبين او كطريقه لعب. انما بيتسو موسيماني اللي كان عنده خيارات كتيره جدا جدا جدا، العب 4-2-3-1 ولا 3-4-3 ولا 4-3-2-1. كان في كذا حاجه ممكن يعني تلخبط الراجل. الراجل فعلا وصل لافضل فورمولا او افضل صيغه ممكن يواجه بيها نادي الزمالك. ليه احنا فرحانين بال5-3 وكنا هنفرح بال5-4 وكنا هنفرح بال5-4.5؟ ليه؟ عشان النتيجه دي اتحققت قدام واحد من اقوى القوائم نادي الزمالك في السنوات الاخيره. نادي الزمالك فعلا دي واحده من اقوى السكوادز اللي بيملكها الفريق في اخر 5 سنين. فبالتالي فكره انك تحرز 5 اهداف في الفرقه دي في خلال 69 دقيقة وتحقق رقم قياسي، ان دي اكبر اسرع ثلاثية في تاريخ لقاءات القمة، 3 اهداف في 25 دقيقة، امر يدعو للفخر فعلا. ازاي النهارده انت قدرت تشتغل كويس كمدير فني وتدرس الفرقة دي كويس وتلعب بالتكتيك وبتلعب وتحط الخطة وتختار التشكيل المناسب اللي يقدر يحقق لك الشكل اللي اتحقق، يعني ترمي الاساس. موضوع التغييرات ده نجيله بعد كده. فكره بقى تقليل نادي منظومه نادي الزمالك، وانا بتكلم بكل امانه، انا ما شفتش يعني الاغلبيه 90% من منظومه نادي الزمالك بتحاول ان هي تقلل من انتصار النادي الاهلي بحته نادي الزمالك احرز 3 اهداف، ولو كان في شويه وقت كمان كنا الدنيا تعادل. انا في وجهه نظري ده كلام لا يصدر، لا يصدر من نادي بطل، لا يصدر. النادي البطل اللي يخسر الخساره دي اول كلام بيطلع يقوله للناس ده ما كانش صح، ده ما كانش ينفع يحصل، ده ما يصحش، ما ينفعش، ده شكلنا، ده النادي البطل. ان النادي البطل المنظومه، الامانه المنظومه كلها انا سمعت كله، كله برضه، ده هم فئه قليله جدا من الجمهور على تويتر، اهو انا اقصد على تويتر بس بعض قالوا يا جماعه ما كانش صح، ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش، ده شكلنا، ما ينفعش النتيجه توصل في الدقيقه 69 5-1 5-1 في 70 دقيقة. النادي الأهلي كسبان الزمالك 5-1، أيا كان الهدفين في الآخر دول، ما احنا زي أي رياضة بيحصل هبوط في الأداء، وانس إنك بتلاقي في فجوة في المستوى ما بينك وبين المنافس بتاعك. ده في أي لعبة، احنا في تنس الطاولة لما بنفرق 10-4 خلاص أوكي، بقى ناقص لي نقطة أكسبها، بلعبه بشمالي اسمها، بقعد ألعب زي بأمانة بتكلم، والله أنا فعلا والله أنا مش بحفل، أنا بتكلم بأمانة. في أي رياضة المستوى ليفربول ويونايتد 5-0 في 55 دقيقة، لعيبة ليفربول وبعد طرد بوجبا خلاص الريتم هبط، مهما كلوب من بره يفضل يقول للعيبة يا جماعة اعملوا يا جماعة. يا كابتن اسلام ماتش 0 لو حضرتك تفتكره، ماتش 3-0 بتاع محمد عبد الوهاب الله يرحمه لما شوط الكورة جت في العارضة وكابتن عبد المنعم كامل الجول، الجول التالت ده تقريبا جه في الدقيقة 60 او الدقيقة 62 والأداء بتاعكم حصل كيرف بينزل ليه؟ انت خلاص بتلاقي في فجوة بينك وبين المنافس. فاللي عايز اقوله هنا ما كانش صح ان منظومه نادي الزمالك هي اللي تقلل، ده المفروض خلينا نتكلم على الاهلي اكتر يعني. فاللي عايز اقوله ان نقفل الحته دي، ان لا الانتصار كبير، ليه؟ ده ديربي زي انتصار في الماتش القاضيه، ممكن ده ديربي مش هيتكرر تاني، دي انتصارات تاريخيه، ما ينفعش تقول لي 5-3 6-0، لا ده مش صحيح. النقطه الاخيره اللي انهي بيها كلامي، هو بجد في حد بيقول كده صح؟ حد بيقول ايه ده المنظومه الاعلاميه، احنا بنتكلم على كلام رسمي مش كلام جمهور، الجمهور اللي هو عايزه.
لا الجمهور له حق ان هو يقول اللي هو عايزه، كل الناس تقول اي واحد عايز يقول اي حاجه نفسه فيها يقولها مفيش مشكله. انا بتكلم على كلام رسمي، كلام بيتم توجيهه من منظومه الرسميه للجمهور. يا جماعه فكروا بالاسلوب ده. انا متخيل مثلا ان في النادي الاهلي، نادي الاهلي يخسر 5-3 وحد بس اشوف انا بتكلم بكل صراحه اهو، اشوف انا حد يطلع يقول لي لا 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 يا كريم احنا ما خسرناش 5-3 خسرنا 2-0. يا نهار ابيض، انت بتهد المنظومه، انت بتهدلي سياستي، انت بتهدلي اسلوب تفكيري. ازاي تخليني اقبل ده يحصل اصلا واطلع اشجع اللعيبه؟ كلامك مظبوط، لانه كان بعد نهايه مباريات الدوري في الجونه والاجتماع اللي عمله كابتن خطيب، اعترف جميع اللاعبين بالتقصير في خساره الدوري، لو تفتكروا هذا الكلام. طب فدي كانت البدايه لعوده جيده خلال الفتره اللي بعديها. برضو كان كاس السوبر وخسرنا كاس السوبر بطريقه او باخرى، ولكن خسرت كاس السوبر. وكان هناك ايضا كلام عن تقصير اللاعبين، مش انا اللي كنت بقول ولا حضرتك ولا احمد، كان اللعيبه نفسهم لما بتقعد معاهم او بيكتبوا كده على صفحاتهم على السوشيال ميديا ان احنا مقصرين وبنوعد الناس ان احنا الفتره الجايه هنبقى. فهو ده الكلام اللي انت بتتكلم عنه. ده وضعا في الاعتبار ايه ان الكلام ده كمان جه بعد 2 تشامبيونز ليج ورا بعض. يعني انت كمان في بعض مباريات حطت، لان الفرقه دي حققت 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، واحنا كنا بقالنا فتره ما حققناش اللقبين دول ورا بعض. دول نقطتين كنت عايز اتكلم فيهم، والنقطه طبعا الثالثه بخصوص التحكيم، بس اعتقد احمد محتاج يقول رايه في المباراه وبعد كده نروح لتصريحات الكابتن محمد. نسمع كلام كريم ونروح لاحمد. اذا